ما عندي حاجة واحدة منه، بس كل ما الرئيس المخلوع هذا ما صار الشيء اللي هو يقوم به، الشيء اللي يقوم به هذا الرئيس هو عنده هدف حب يوصل لهذا السنة، لا للرئاسة، ما يحبش الرئاسة. هو السيد هذا راه يدعي بلي راه انسان نظيف، هو لو كان جاي انسان نظيف السيد هذا لو كان قدم البيلون تاعو، استدعات مديرية الشباب والرياضة استدعاو خطرتين باش يجيب البيلون، ما جابش البيلون، مادام راك تقول راني بريزيدون، مد البيلون سالو حاسب الشيء اللي سامسونج عطاتو، عطاتك الدولار وحاسبهم، السيد هذا راه يقول راني رئيس، مادام راك تقول راني بريزيدون. السياسي اسك راك ريكروتي تيكيب عندك ايكيب هاك تقول تكذب على الغاشي تقول ما انت عندي لعابه وين من اللعابه هادو تغلق في الشارع عندك اونجاجمون عندك اونجاجمون درتها راه راح راح لادي ناسيونال دو فوتبول دا سات لي سات كونترا ولا سي كونترا بور اونجاجي لو كلوب زعكوه قال لهم زيد جينا راه توصل والحاجه الغريبه راه شاكين بينا احنا حنا كبيرون شاكي بينا سمعونا في السونتر حنا رانا جينا نجيري وان كلوب صبحنا جينا روحنا مسمونين بلا عند الشرطه حنا نحترموا العداله تاعنا مادام استدعتنا الشرطه نروح ما عندنا حتى اشكال راهم سمعونا في عشرة والسيد هذا درك واش راح يحوس راهو يقول على 750 اللي هضر عليها الرئيس حنا رانا ريتريتينا وخلصنا وسنينا لي جوار تاعنا الكل حنا مازلنا ما ديناش دور سنين اللي جوار بصواردنا صوارد البريزيدون الناس ما يقولوا لي صوارد الحال لا لا انا كاينه كميه صواردي صوارد البريزيدون عندي كميه في هذا الدرام بصح الشيء الكبير تاع الرئيس الناس يحوسوا يضربونا في بعضنا والحاج في الشارع والحاج اللي قاعد يسلف انا انسان نظيف ما نكذبش السيد هذا غايب عاطيني الدرام حطهم في دار كاينه ثقه بيناتنا رانا خاوه ماناش نزيدكم حاجه السيد هذا واش راهو يدير برا السيد هذا راه ولا حنا بدلنا الساعه خلصنا لاسومبلي جينيرال بدلنا التليفون انا والرئيس نكسلوكم نديرو لكم انتيميداسيون هي انتيميدي فينا انت لك الهاتف ارسلوا احنا رانا كان عندنا بنادم عندنا شجاعه وعندنا عقل وصبرنا من بعد واش ولا دارنا ولا اللاعب اللي اتصلوا به منهم بهليل هذا اللي سنيا في مولودية قسنطينة السبب تاعو باه سنيا في مولودية قسنطينة هو مزار بالتهديدات تاعو اللاعب راهو خاف فضل مولودية قسنطينة على شباب قسنطينة والحمد لله حنا جينا بنية زدنا جبنا لاعب احسن احنا رايحين التونسي يتصل باللاعبين اللي شو كونترا عندنا يقول لهم ما تجيوش منهم كنت كان الحارس لا كلهم ضيف في عندنا ما يقول له ما تجيش ضيف كيموش اللي شو كونترا تاعنا الحاج نعطيك واحد السيدي بالك انت خدادي كنت حاضر في هذه الشهاده يعني كاين جوار حكينا كونكور اللي قبل ما يمشي تونس بعثوا ان بي سي جوستيس كونكور اللي قبل مسني في السياسي السيد هذا يعني هذه نقول هذه اسمح لي يعني ما نزيد اضافه بس كنت شاهد عليها السيد هذاك واش قال له؟ قال له انا واش مسني مسني في الخروف انا مسني في السياسي يعني كم كواب اللي يجاوب واحد فقط لا جاوب بارك الله فيك هذا تشوف بارك العام اللي عند هذا الرئيس اللي راهو يدعى بلي راهو رئيس راهو يرقدهم في ميزون جون 45 دوغري والجوار راقد في الشومبرا تاعو ماشي كليماتيزور الجوار ياكل في الحمص عند الشوايه وحنا الحمد لله السنه ما كانش عندنا المقر مازلنا ما كريناش كرينا الفلوتيل وياكلوا عند غولف خار السيد هذا كان يقدر يدير ما درنا حنا يتفضل هو مش قادر يريكريتي نص جوال حنا ما بصح هو هذا اللوكال مازال حاكم اللوكال راه حاكمو بوست حنا رحنا للعداله مادام حنا الاولين اللي رحنا للعداله حنا الناس نحترموا العدالة تاعنا عندنا ثقة كبيرة بالعدالة ورانا الناس مربيين لا معليش راح العدالة جاوبوا جاوبوا هذا أنا أعتبره اعتداء اعتداء على الأشخاص وعلى أملاك الغير
كيقول أمنك الغير تاع الجمعية أمنك الغير، هذا اعتداء وهذا يعني نرجع الكفة للسلطات يعني المحلية منهم السيد الوالي والعدالة، لأن ما خدتش قرار صارم أنها تلاحظ في الأمر الحقيقي والمشكلة ولب الموضوع أنه فيه يعني اعتراف من أعضاء الجمعية، اعتراف من الأنصار، لأنه هو يعني بصراحة الناس كل تعرف أنه عنده حكاية تاع 25 عام هذا، أما الأنصار تاع السياسي راهي ماهيش 70,000 راهي فوق 100,000، هادو كامل راهم ضد الإنسان هذا. زيادة على هذا أنه كما يقولوا أصبحت كما يقولوا هذا المكتب هذا معترف به اسمه ولائيا مع السلطات تاعنا كاملين، وعلى عن طريق ذلك وعن طريق لا فيديراسيون وحتى عند فيفا. علاه؟ خاطر انه لما دار شكوى هو وسل منها نسخه للاندكس وخرجوها هو يحاول يظل الناس، بعث لهم ارساليه انا نقدر نبعث كما يقولوا ولا فيفا خدمت بطريقه نظاميه كما الاداره تاعنا، بعثت للمينيستير قالت لهم اعطوني توضيح على الحكايه هذه تاع اسكو هذا لي زوتوريتي هذو راهم تعداو لي تاعهم ودخلوا في ايه في ودخلوا في استفسار ايه استفسار صحيح استفسار اسكو هذا وجاوبتهم المينيستير عن طريق بيان سور طلبوا هما تقرير من التنظيمه من الولايه ومن لاجونيس سبور ان هذا المشكل هذا وجاوبوهم قالوا ها كيف الامور مشات من النهار كيما يقولوا لا بريباراسيون تاع لا فيتيسيون هذه حتى النهار الاخر اللي خرجت فيه لاغريمون تاعنا يعاودوا للمينيستر بعثوا تقرير لافيفا وشوفوهم قالوا بلي هاي الامور عاديه كي استفسر هو عن طريق لافيفا عاود حمل المسؤوليه هو المينيستر قال لهم راكم انتم ثاني متواطئين غدوه يعني بعد اسبوعين ولا ثلاثه راح تبدا الشامبيون وانا ننبههم اي خلل راح يصير بالاخص في الصرف ولا حاجه اي خلل راح يصير راه جاي من عند السيده وراح يكلفنا يعني كما يقولوا خساره كبيره ولا تعهد بالصعود ولا كان ثم كاش ما دار راني بريء من هذه المشكله. هذا الرئيس يعني في اطار يعني ثم كلفوا بار وزاري ميسي وحد الفجوات. دونك السيد هذا قاعد يلعب عليهم. ايه. اكزومبل دونك هذا لا كوريسبوندونس رافيفا هذه شي اللي فهمت انا بعث لي انا الحق عادي بعث لي لا كوريسبوندونس هذه. رافيفا هي اللي تعاملت هي ما تعاملتش مع مازار. دونك بيرسون تعاملت سبا دي سويمون كي يقول لك هي ترجع لا كوريسبوندونس يقول لك لا ترجع لا سبورتيف كونسونتيون السيد استغل الكاش الكاش تقريبا الرسمي تاع الكاش فوالا دوك سمعتني هذا الحاجه هذا راه نشكرو به دوك انتم حتى الساعه دوك تبرئه الدماء باستعمال كما يقولوا حنا الخوات الرسميه تاع الفريق دوك هذه اللي مخليينها كيلكو بار مسؤوليتكم المسؤوليه الان وجهت الصحفيين باش ينوروا المسؤولين تاعنا احنا ما نقدروش نستعملوا قوه مع السيد هذا قال اعطينا هكذا لان هذه لانها دور المسؤولين يعني يكلموه يعاودوا يعني يجيبوه هم اللي يسد عليهم قال هذه الخواتم وهذه الامورات هذه تجيبهم وما عندكش حق باش تتكلم هم اللي باش يجيبوا احنا ما جمعيه ما عندناش السلطه باش كيما نقولوا نستدعيوها ولا نديروا اكيد هذا هو سامح بزاف تهضر على الخواتم حنا لو كارت خرجنا من لاسومبلي جينيرال لو 6 راح ليه لويسي جوستيس وبلغوا باه يعطينا الخواتم واسترجعنا المفاتيح رانا حنا كونفير من الجامعه لا لا مش رانا كونفير عندنا بس خلاص صار الحاجه كيما احنا لكن الامر راه قاعد يتطور وهاو الحمد لله هاو فين وصلنا لفيفا ما وصلناش وهذا كما يقولوا يعني درك هذا هو المطلوب من السلطات نتاع التدخل العاجل في اقرب وقت باش يسترجعوا لنا الخواتم نتاع قبل كل شيء ومن بعد يدخلوا في قضيه المقر هذا ما بقاش يعني ما بقاش حتى حجه تاع
يعني لازم يدخلوا لانه هذا قاعد يشوف لهذه النقطه هذه وهما ساكتين عليها وهذه قضيه خطيره جدا خطيره جدا وما نكملش الحاجه واحد برك ولا حاجه تشوف من النساء السيد هذا ما قالش الشباب قاسم فينا واحد ما قالش الشباب قاسم فينا قال الشباب قاسم فينا قاس كور القادم الجزائرية كاملة، قاس رفيق ديال راسي، قاس المينيستير، قاس لي زوتوريتي أو بريب قاس الجزائر كاملة. لا لا قاس لي ماتش تاع البلاد اللي حطوها جماعة باش يشكي لا فيفا باللي حنا الجزائر كاملة تورط معنا في القضية هذه. وهو ما يمثل إلا نفسه. أنا ما عنده حتى كلمة، ما يمثل إلا نفسه. ما يمثل إلا نفسه، عاود نقولها، ما يمثل إلا نفسه.